كما لاحظتي المعدات اللي عندنا في المركز غتساهم في انشاء المقاولات الصغيره، غتساهم باش تعاون حاملي المشاريع باش ينتجوا النماذج ديالهم، ومن ثم تصنيع ولما لا هذه المنتوجات. احنا في البحوث ديالنا تنركزوا بزاف على الطاقه المتجدده. جميع المشاريع هي ان شاء الله مقبوله عندنا، مي بزاف تنركزوا على الطاقه المتجدده. عندنا مقاولات ناشئه اللي تتبتكر في هذا الميدان، وكما لاحظتوا في هذا المشروع ديال لوندولور اللي هو 100% مغربي الصنع، وعندنا شراكه مع مصنع في المحمديه باش ان شاء الله نمروا من هذا المنتوج اللي لاحظتوا المنتوج صناعي 100% مبتكر في المغرب. بالنسبه للبحوث ديالنا واستغلال الطاقات المتجدده عندنا مشاريع عده. كاين مشروع ديال لوندولور، كاين مشروع ديال الطاقه الشمسيه الكهربائيه اللي الان تنشحنوا تنانجكتيو تقريبا 200 كيلو وات كريت في جامعه الحسن الاول في عده مؤسسات. عندنا مشروع ديال الكهرباء الاخضر حتى هو اللي من النفايات نخرجوا واحد الماده اللي تنسميوه البيوغاز، وديك الماده تنحاولوا نحولوها للكهرباء ما يسمى بكهرباء اخضر، وهذا مشروع اللي ساهمت فيه في الميزانيه ديالو لو سينيغيستي. بالنسبه للاعضاء اللي تيجيو عندنا هنايا، كاين تنستقبلوا جميع المستويات، حنا مفتوحين جميع المستويات. الاصل هو يكون مقاول ناشئ او طالب عنده فكره، عنده ابتكار، بغى ينتج واحد النموذج بالمعدات اللي عندنا هنا، تنساعدوه باش ينتج هاد المنتوج باش ينتجو، ومن تماك تنديروا الدراسه ديالو. الا كانت امكانيه اننا نخلقوا مقاوله ناشئه تنخلقوها وتنواكبوا هاد المقاوله الناشئه طيله سنتين، تنعاونوها باش تخرج للتصنيع، وذلك كل شيء في مركز الابتكار. مركز الابتكار عنده شراكات باش نطوروا هذه الاعمال. عندنا شراكات مع ما هو مجال صناعي مع لو سيكتور سوسيو ايكونوميك ديال الجهه، وعندنا شراكات مع الخارج، وفي القريب ان شاء الله حنا في صدد نوجدوا واحد كومبيتيسيون، واحد المسابقة اللي غيشاركوا فيها طلبة حاملي مشاريع عندهم دي بروتوتيب كي سون رياليزي، أو لا مقاولات ناشئة اللي عندهم دي بروتوتيب ومحتاجين اللي يواكبهم يعاونهم باش يصنعوا هاد المنتوجات ديالهم. مركز الابتكار بجامعة الحسن الأول بسطات هو شراكة بين جامعة الحسن الأول، الوزارة الوصية، ووزارة الصناعة والتجارة. الهدف هو تتمين البحث العلمي، انشاء المقاولات الناشئه، وباش نمكنوا المختبرات انهم يستعملوا معدات اللي هي شويه غاليه. اذا هي معدات مبتكره متطوره ونفيسه الثمن، ولكن هنا هاد المعدات غتساهمهم ان شاء الله باش ينشئوا نماذج وباش يصنعوا كما تشوفوا هاد ليكيبمون، هاد لا ماشين بور لي كارت الكترونيك، هادي للتصنيع نقدروا نصنعوا الاف ديال لي كارت الكترونيك هنا بمركز الابتكار بجامعه الحسن الاول بسطات.